نجتهد ونجتهد أجل أن نصل إلى ذلك. نعم أكيد المنتوج الإعلامي عندما يكون منتوجا إعلاميا قحا فهو يساهم. الأخطر من ذلك عندما نغير طريقة الإعلام، عندما ننعطف بالإعلام إلى أشياء خارج الإعلام، أن نبحث عن رغبات وعن نزوات وعن أشياء خارج عن الرسالة ديال الإعلام، وهذا هو الخطأ، وهذا ما يجب أن نفكر فيه جميعا. الأخطاء واردة وممكنة، الكمال لله، ولكن صار بكل وعي أن تذهب في اتجاهات ضد العمل الصحفي الجاد، فأعتقد أن الزمن كما قلت سابقا والقراء لن يرحموك إن الآن وإن في المستقبل القريب أو البعيد. بصدق انا ما قراتش الكتاب الابيض يعني بتفصيل، ولكن قرات حوله بعض ما قيل، يعني ما قراتوش في الاصل بصدق، ولكن في اعتقادي انه يشكل اول ما يشكل واحد الوقفه من اجل مساءله هذا الإعلام الجديد. نحن أمام إعلام في المغرب، الصحافة الإلكترونية راه جديدة، راه لم تراكم سنوات، ماشي قديمة إذا ما قرنت بالصحافة الورقية. لذلك هذا الكتاب الأبيض حسب المختصين وحسب الذين قرأوه قراءات متعددة، سواء من الزاوية الإعلامية أو من الزاوية السياسية أو من زوايا متعددة، هو بالفعل وقفة يراد من خلاله إعادة الاعتبار للصحافي. فالمواقع الإلكترونية مثلا على سبيل المثال، نتكلم غير على الدعم، فالمواقع الإلكترونية تطلب كما تعرفون إمكانيات، خص الأدوات ديال العمل، خص التنقل، خص الهاتف، خص هذه، خص هذه، خص هذه، خص من أين يأتي هذا الصحفي بهذه؟ الصحفي كذلك له تغطية صحية، له تغطية اجتماعية، له تقاعد، له إلى ذلك. فالكتاب الأبيض هو كان غير مشروع، هو فقط هو مشروع، ولكن الآن كما يبدو أن الدولة ذاهبة إلى ضرورة إعادة قراءة المشهد الإعلامي الإلكتروني في المغرب. وكتعرفوا على أنه أخيرا بقوا كيتكلموا على أنه كل موقع إلكتروني خص يكون عنده وصل، خص يكون عنده مقاولة، يخص ولا يكون جمعية، يخص مثلا المدير ديال الموقع ولا المسؤول على الموقع يخلص مثلا يؤدي التغطية الصحية الجوج اللي يكونوا خدامين معاه، ويكونوا من أصحاب الشواهد، ويكونوا إلى آخره. الهدف هو هدف نقي، لأننا نريد، وهذا ما قلته سابقا، أن نغربل هذه المواد. ليس كل من هب ودب يمكن أن يتكلم عن الصحافة. أرى الإنسان الجاهل ما يمكن لهش يتكلم في الصحافة، وما يمكن لهش يكتب، لأنه غادي يكتب شي حوايج ما هي صحيحة، ما تنفع لا هو ولا الوطن ديالو ولا حتى شي حاجة. لذلك عندما عندنا علاقات بالأخلاقيات ديال المهنة. فهذا الكتاب الأبيض جاء بمجموعة من النقاط هي قابلة للنقاش، ولكن مع الأسف احنا عندنا في المنطقة ديالنا لم يسبق أن جلسنا وتحدثنا ولا درنا شي ندوة ولا درنا شي عرض، نجيو الإخوان ونشوفوا شنو كيقول هذا الكتاب الأبيض، شنو هي المستجدات ديال ما هو إلكتروني، باستثناء
باستثناء ويجب أن نقولها صراحة باستثناء الندوة واللي كيديروا اللي كيتنظموا النقابة السي نعم هي محطة مهمة بالرغم ما يقال عنها وإلى آخره. أنا كنعتبر على أن هي محطة مهمة جدا، كيجيو ناس ديال الاختصاص وعوض أن ننتقدها وعوض أن نرشقها بالحجارة يجب أن ننخرط نحضروا ونسمعوا ونناقشوا ونطرحوا ونصوغوا توصيات والنقد فيما بعد، لأن كما قلت لك الكمال لله سبحانه وتعالى. لا هو باش نديروا لا نوط، لست اهلا لذلك ولا ندعي اي استاذيه في الموضوع ولا نريد ان نكبر على احد. انا اعتبر ان المواقع الالكترونيه الاقليم ديال بركان هي على مستوى النية يجب أن نصفق لأي مجهود إذا ما كان هذا المجهود محاطا بنية سليمة. ولكن الذي حدث وقد عبرت عن ذلك غير ما مرت وفي مناسبات متعددة، أنا لازلت ضد أن يكون الصحفي هو هذاك اللي كيحضر اللقاءات ويبقى يصور في الناس. ليس هذا هو الصحفي. الصحفي في اعتقادي ليس هو هذاك اللي كيتصفط له تقارير منجزة مكتوبة وينسخها ويدير لها كوبي كولي وينزلها في الموقع. مزيان يجيوك بلاغات رسمية ويجيوك، ولكن أين أنت داخل هذه؟ قدم الغيش التصور ديالك، انشر هذا البلاغ او هذا او ذاك، غيكون رسمي ولا ماشي. هي مجهودات على كل حال كدار، مسؤولين كيديروا مجهودات، ما غاديش نقولوا ما كيديروش، باش ما تكونش عندنا نظره سوداويه كما يحلو للبعض ان يقولون. احنا ما عندناش ديك النظره، عندنا نظره صحافيه تنتقد الاشياء ليس بهدف التشفي ولا بهدف الفضح، لان حتى هذا المصطلح ديال الفضح كنديرو بين قوسين. نحن عندما ننتقد، عندما نكشف عن الاختلالات، عندما نكشف عن العيوب، نريد ان نصحح، ان نصلح تلك العيوب، ان نقوم تلك الاعوجاجات، لان ما يمكن اي واحد يتزايد على شي واحد اخر في المواطنه وفي محبه الوطن ديالو. لذلك فان تكون محبوبا هي انك تنشر البلاغات وهذه وتجي تصور فلان وتصور فلان وتصور فلان. اعتقد ان هذا الطرح غير سليم. المواقع الالكترونيه في بركان على قلتها كاين واحد جوج ولا ثلاثه وقيل اختفوا، كاين واحد شي وحدين. انا اقدر يعني احترم اصحابها الى اخره، ولكن ان البعض عندهم طاقات ويجب ان نعترف بذلك. ولكن مع الاسف عندما نتابع ما ينشرون لا يزاوجون بين ما هو رسمي وبين ما يتطلبه الرأي العام وما تتطلبه المسؤولية باعتبارك مشرفا على موقع أو باعتبارك بين قوسين صحفيا تشتغل في مجال الإعلام. يجب أن تقول لفلان إنك أخطأت حتى وإن كان من يكون، إنك أخطأت في هذه القضية وإنك أصبت في هذه القضية. فقط على الصحفي أن يكون موضوعيا ويستمع وينصت للجهتين ويستمر في عمله. لذلك بتواضع شديد أرى أن المواقع الإلكترونية في بركان لا زالت هناك مجهودات يجب أن نقلل منها، ولكن لا زالت لم تضع قطارها بعد على السكة الصحيحة. يجب أن تراجع ذاتها، أن تراجع خطها التحريري، وأن تصحح مجموعة من الأشياء
وشكون اللي غادي يبين لها هذا الشيء هو القراء؟ ما حتى واحد، لن صحفي لا يرفعه احد الى الاعلى كما بغيت تكون الشخصيه ديال، كما بغيت تكون السلطه اللي تكون عنده، الا القراء. فعندما يكون الموقع الالكتروني نزيها وموضوعيا ومراقبا وينقل الحقيقة بدون زيف وبدون ذاتيات وبدون مجانيات، أعتقد أن القراء سيبحثون عنه وسيبحثون عن ما يكتبه في كل وقت وحين. هذا هو التصور ديال، وهذا بطبيعة الحال لا يتم إلا من خلال تقديم بعض التنازلات. أنا أقول لك بصدق، أنا صحفي كتخوفني واحد شوية، مع أننا كما يقول الجاحظ الأفكار مرمية في الطريق، حنا الصحافة غير مرميين في الطرقات. ليك أي كل واحد يقول لك أنا صحافي، ولهذا هذيك الصح مزيان تكون صحافي، ولكن يجب أن تبني نفسك وتبني موقعك وتبني تصورك للعمل الصحفي حسب ما تقتضيه هذه المهمة، حتى وإن كانت صعبة فهي شريفة. لذلك لا يمكن أن نتحدث عن صحفيين بدون تكوين. راها السي البكيلة مشينا نديروا ما يسمى بالشرطة اللغوية والشرطة التركيبية والشرطة ديال راه كلشي غادي يمشي للحبس. لذلك ماشي عيب، ماشي عيب الإنسان، ماشي عيب أنه يخطئ، ولكن من العيب ان يكرر نفس الخطا. تبقوا بعض المرات يضحكوا علينا في القهوه يقول لك هذاك ما يميزش بين التا مبسوطه والتا مربوطه، ولا يميز بين الفاعل والمفعول به. ليس هناك تكوين في هذا المجال، راه ماشي عيب، العلم راه ماشي عيب، كن من تكون. وصلت 80 عام يجب ان تكون ذاتك، يجب ان تراجع نفسك، يجب ان تسال، يجب ان تتواضع، حتى لا تكون أن ينظر إليك الناس على أنك صحفي ولكنك تخطئ هذه الأخطاء اللي كنصحوها احنا، يحتب كنا كنصحوها ولكن يصحوا الزملاء ديالنا في الإعدادي وفي الابتدائي. أن تكون صحفيا يجب أن تكون قابلا للنقد، ويجب أن تكون قابلا لأن تراجع ذاتك، ويجب أن تكون مصرا على التكوين، ويجب أن تكون لك مصداقية، ويجب أن تتحلى بالنظافة من أجل أن تقول في يوم من الأيام وأنا راني صحفي. نبارك. مرحبا. لو كنت وزيرا للاعلام لمده 24 ساعه ما هي اول القرارات التي ستتخذها؟ لمده 24 ساعه، اولا ماشي سادعو، وانما سالزم كل من يشتغل بالصحافه والاعلام أن ينتمي إلى جهاز معين منظم. يجب أن يتنظم. الصحفي خصو يكون منظم، منظم في جمعية، منظم في نادي، منظم في نقابة، منظم. بعد أولا لا يمكن أن أتحدث عن، ما يمكنليش نقبل أنا صحفي غير هكذا، غير في السماء يشتغل غير هكذا. نعم هناك الصحافة المستقلون، ولكن خصو يكون عنده إطار. خصني بعد في 24 ساعة نقلب فينا هما المخاطبين ديال هاد الصحفيين، ونجلس معهم ونشوف وشنو كيراكو دايرين، أنتم كيراكو دايرين، وشنو بغيتوا، وفين يمكننا نوصلوا. بتعبير اكثر دقه، ان لا انام 24 ساعه ولا اكل الا، نعم ساشرب، ولكن ساعمل على ايقاف العبث. مرحبا. كتقييم السياسات العموميه بتجربة متواضعة في المجال الصحفي في بركان، وأعتقد أن الذين يتتبعون ما يكتبه هذا العبد الضعيف هو تلخيص لواحد الرؤية معينة.
أنا أقول بصدق أن مدينة بركان ليست على ما يرام. مدينة بركان لا فضاء أخضر. أنا كان لقى مشكل حتى مع أولادي، لي لا يمكن أن نجد في بركان. هي مدينة، هي عاصمة، عاصمة الشرق. راه عاصمة الشرق هو بركان في الحقيقة، ماشي وجدة، مع احتراماتي المدينة تاريخية وقديمة وعندها أبطالها وعندها ناسها وعندها وعندها. بركان لها من المواصفات ولها من الإمكانيات ما كان يجب أن يؤهلها لأن تصبح في مصاف في المدن المغربية. ولكن مع الأسف الشديد لا يمكن أن يجد المواطن في بركان ولا الأسرة، كاع الرجال كيمشيو للمقاهي، النساء الأطفال لا يجدون أمامهم ولو حديقة عندها مواصفات أن يمشيوا تما. لا نجد. انظر مثلا إلى أزقتنا كلها محفورة، انظر إلى شوارعنا، شارع محمد الخامس برمزيته التاريخية وبحساسيته على مستوى حركة المرور تنطفئ فيه الإنارة العمومية. لا نملك في مدينة بركان ما يجعل المواطن يتنفس ويعتز أنه ينتمي إلى مدينة. نعم نعتز بكوننا راكمنا تاريخا، نعم نعتز على أنه عندنا وعندنا في الرياضة وعندنا في التاريخ وعندنا في الشخصيات وعندنا، ولكن يجب أن نعترف أن أنا أستحي بصدق من كان دخل من بركان، مجد على مستوى على مستوى النظر كان لقى واحد الرومبوان، يعني ما لا, لا, لا تشرف المدينة ولا تشرفوني. هذا وتقريبا في جميع القطاعات ننظر إلى نعم نفهم جيدا الإكراهات، نفهم جيدا المشاكل، نفهم مجموعة من الأشياء، ولكن لا يمكن لي أن أفهم كيف يمكن أن أحول حديقة إلى 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 تجزئة. لا يمكن لي أن أفهم كيف أفرط في الأزقة وتولي كلها محفورة. لا يمكن أن أتسامح مع كل من ساهم في توسيخ هذه المدينة. لا يمكن أن أقبل أن الطرق ديالنا مقطوعة بالباع الجائلين. لا يمكن أن أتقبل كمواطن وكبركاني أن أموالا كثيرة تصرف في أسواق تسمى تجاوزا بأسواق القرب وهي لا تؤدي أي واجب. المشاكل ديال التجار، نتابع مشاكل الفلاحين، نتابع سيارة الإسعاف لا تستطيع أن تخترق الكراريس في الأزقة لتنتقل إلى المريض، كل شيء مسدود. فأعتقد أنه أنا الوقت أن نراجع ذواتنا. أما التبجح وبالخطاب السياسي وبالخطاب هذه وذوك الخطابات غادي نديرو، أعتقد أنه أنا الأوان. ما عندناش مذبح بلدي نقي، ما عندناش مسمكة نقية، ما عندناش أزقة نقية، ما عندناش شوارع نقية، ما عندناش فضاءات عمومية، ما عندناش ملاعب نمكن بها الجميع. لأنني لا أفهم كيف أننا نتحدث عن ملاعب القرب ويجوا يخلصوا، لا أفهم هذه الأشياء. ملايين تعطى لجمعيات لا تشتغل. نعم يمكن أن أدعم الجمعيات التي تشتغل، اللي عندها برامج، اللي كدير أنشطة. لن يغفر للتاريخ من أي موقع كنت أن أدعم جمعية فقط لأن فيها شي وحدين من موالين لي حزبيا أو موالين للسلطة أو موالين. إن هذه المدينة لن تتوانى في يوم من الأيام على محاسبة كل من ساء إليها وكل من ساهم من قريب ومن بعيد في تخريبها بصدق. وكما قلت لك الإخوان الأحزاب السياسية ولا كلنا في نفس السياسة وكنحترمهم وكنقدرهم وهذه واللي راه في المسؤولية، نحن ندرك جيدا أن المسؤولية صعبة، كما كيقول المثل العربي راه اللي فوق الجرف عوام. عندما تكون غير كتفرج راه كيجيك المسائل سهلة، ولكن عندما تسير كيجيك الأمور صعبة جدا. ولكن هذا لا يمكن أن ينهض مبررا لأن نترك هذه المدينة تمشي شيئا فشيئا إلى الوراء.
نمشيو. انا اسال من وراء هذا المنبر، واش عمركم شفنا الشماله في بركان؟ الاشغال فين كاينه في بركان؟ فين تذهب الان الى الناظور تجد الاشغال في الكورنيش، تجد في الازقه، تمشي الوجده تلقى الاشغال، تمشي. لماذا لا نجد اشغالا في بركان؟ لماذا لا نجد هذه الاشياء؟ اسئله كثيره تطرح تلخص شيئا واحدا، هو ان هذه ان هذه المدينه تعاني معاناه. وشكل الموقف ممكن ان نفهم، ولا واش كاين شي واحد يقدر يفهمنا على ان ازيد من 3000 عامل كل واحد كداير يندس وسطهم المجرمون والقتلة والسراق والمشرملون، وكل فجر يحتلون شارع محمد الخامس، ويحتلون الساحات، يحتلون الأبواب المنازل، ويحتلون في جو من الفوضى، ولا أحد يمكن أن يتكلم. هل يمكن؟ يعني راه بكثير من الأسف في 2017 وبركان لا تملك، هذا عيب. مع أن بعض المدن الآن تاورير توكرسي، في البارح كنا كنمشيو ما عندها حتى فين يوقف الطاكسي. نعم، من حقي هذه المدينة، هذه المدن أن تستفيد، احنا ما كانش كنحسدوا، ولكن نريد مدينتنا كان يجب أن تكون لها محطة طرقية في المستوى، يجب أن تكون لها أسواق في المستوى، يجب أن يكون لها ملاعب رياضية في المستوى، يجب أن يكون لها كل شيء في المستوى. لماذا؟ لأنها مدينة تاريخية خرجت عظاما وخرجت مفكرين، ولها إمكانيات في الفلاحة، في التجارة، لها موقع سياحي نادر في المغرب، ولكن مع الأسف ها السعيدية، ها المحطة لأخرها إلى آخره. لا علاقة لها ببر الوالدين، شخصيات عاقة كتلاها، لأنه كنسمعوا مدينة بركان نجبد أسماء اللي متفوقة على المستوى الوطني اللي كيخرج الدولي، ولكن لم تكتبوا شيء من المعنى. صحيح. رسالة للناس. صحيح. كما قلت سابقا، مدينة بركان وإقليم ديال بركان، وخص الشباب ديالنا وولادنا يوليو يقراو التاريخ ديال المدينة. الحركة الوطنية الأولى، دعني أقول لك أن بركان، المنطقة ديال بركان، كانت بعض المناطق فيها تشكل قاعدة للثوار الجزائريين. كان شخصيات كبيرة جات لمدينة بركان، لتافوغالت إلى آخره. تافوغالت مثلا الآن بكثير من الحصر وبكثير من الألم، فيها في تلك المنطقة ما لا يوجد في مناطق العالم. هنا خرجت هذه المدينة، ما خرجت أبطال رياضيين، وخرجت سياسيين، وخرجت كتابا ورجال أعمال. ولكن دعني أقول لك شيئا، أن لكل منطقة يجب أن يكون لها أهل يدافعون عنها بالصدق. أما أن تغيب عن مدينة بركان لسنين ولا نراك ولا تقوم بأي مجهود، حتى الوقت الانتخابات وجيت تقدم لراسك على أنك من بركان وتنجح وتمشي، لا. هناك ناس، هناك أبناء عاقون بالفعل لم يقدموا شيئا لهذه المدينة. عندنا شخصيات في الاقتصاد، في التجارة، عندنا في الصناعة، عندنا في السياسة، عندنا في كاين اللي راه في مركز القرار الآن. هناك ناس في مراكز القرار، لست أدري، بل دعني أقول لك، ويمكن وإن بعض الظن إثم، كاين اللي كيقدر يقول له أنا كاع ماشي من تما. لست أدري ماذا جنت هذه المدينة. هناك ناس، هناك لوبي، كاين لوبيات كتدار، كيداروا ناس مثلا في الرباط، في مراكز القرار، تعالوا نجلس، ماذا سنقدم لبركان؟ احنا ما كنقولوا لك جيب لنا خطف ولا شفر وجيب لنا، لا، اعطي لهذه المدينه ما تستحقه وكما يعطى للمدن الاخرى. هذا هو اللي كاين. لدينا شخصيات كبيره
في مركز القرار كما قلت وفي مختلف القطاعات، لكن لست أدري ما الذي أعمى أعينهم ولا ينظرون إلى هذه المدينة إلا عندما تضيق بهم الحياة أو يطمعون في شيء ما، ثم يعودون ويستصغرون أنفسهم ويطلبون العون والمساعدة من هؤلاء الذين الصامدين هنا، الذين يعيشون هنا هم صامدون هنا وينتظرون من سيدعم. للأسف ما للأسف أن مسؤولين أن وزراء ويجب أن نقولها صراحة لم يقدموا شيئا لهذه البركة، حتى وإن قدموا فهو باهت ولا 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 يرقى إلى مستوى المطلوب. لذلك جميل جدا يعني التشبيه اللي قلت سلبكاوي على أن هذه المدينة لسوء حظها أنها أنجبت ليس كل أبناء عاقين ولكن بعض الأبناء وصلوا وتنكروا لها. كنشكرك على الحوار ديالك معنا، يعني كلمة أخيرة سواء القراء سواء المسؤولين الموجودين. شكرا جزيلا، وكما كنقولوا قبلوا علينا فهو حوار بشكل تلقائي. الهدف منه هو أنني أولا أشارك هذا الموقع الذي أراه فتيا ماشي من حيت الزمن ديال التأسيس ديالو فهو قديم، ولكنه فتي في كونه يمتلك رؤية إعلامية ناضجة يرغب في تحقيق بعض الأهداف التي يمكن أن أو التي نشترك نحن معه فيها. شكرا لهذا الموقع، وشكرا لكل المواقع وكل الزملاء الإعلاميين الجادين الذين يساهمون والذين يكدون ويجتهدون ويتعبون ويصطدمون بالعراقيل والإكراهات من أجل هذه المدينة ومن أجل